ساعد رفيجتك مثل ما وصيتيني. البنت حليوة، أقصد نور، إيش رأيك فيها؟ هي والنعم فيها، بس أنا شكو أمو مرتبة. ما عليه، بس أنا ما قاعد أفكر بالزواج الحين. يعني ها أقول حط المعلومة هذه في بالك، يمكن في يوم من الأيام تفكر، وبعدين العمر يمشي وأنت مو صغير. خير سماح، الأستاذ عبد الرحمن تاجر المجوهرات. وصل؟ وصل ومستنيك في الصالة. احنا تعبنا اليوم وايد وسوينا شغل وايد حلو، انا من رايي تروح ترتاح، بس بالكثير اللوحة لازم تكون جاهزة باكر. ما عليه استاذة، انا ناوي اخلص اللوحة اليوم. تمام. اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن، قهوتك. شكرا. شلونك؟ بشرني عنك. الحمد لله استاذة، انت شلونك؟ من زمان ما شفناك. الحمد لله. شلون الشغل وياك؟ والله الحمد لله الشغل زين. انت شلونك وشلون ايدك؟ التحسن الحمد لله. الحمد لله. انا قالت لي سماح انك اتصلت بخصوص. اي نعم استاذة، انا اسف اذا سببت لك اي احراج. أنا اتصلت بخصوص العقد اللي حضرتك خذيتيه من 8 شهور، ولحد الآن الدفعة ما تسدد منها إلا 20%، فأنا قلت يمكن نسيتي ولا شيء. لا حقيقة ما نسيت ولا شيء، بس يعني أنا عقب ما شريت منكم العقد كان ودي أرجعه وبغيت أمركم المحل، بس أنت عارف مشاغل الدنيا. عجيب، مع أنه كان عاجبك حيل بالمحل، بس لما رجعت البيت صدقني ما لبستها إلا مرة واحدة. ممكن ارجع استاذ عبد الرحمن؟ للاسف يا استاذه ما يصير، العقد صار له عندك 8 شهور. زين ممكن تشتري؟ اي نعم ممكن اشتري، بس اشوف حالته بالاول. ثواني. حاضر. ثواني. تفضلي. ساوي الملاك راح يوصل. مبروك يا المعرس. تتوقع ابوك ما راح يزعل؟ ما يهمني، انا وكيل ابوي، وبعد شوي لما تصير زوجتك هو ما له كلمه عليها. انا مستغرب شلون ما اعطيك توكيل عام؟ هو لو يدري انه بزوج بنته كان ما اعطاني. انا لما كملت سن القانوني اعطاني التوكيل عشان امشي امور البيت واخذ معاش التقاعدي ادز له دوام مسافر. بس زين ايش بتسوي معاه هذا كذي بين؟ ما عليك منه، انت بس تتزوجها خليه يروح يشتكي علي، او حتى لو يذبحني ما يهمني، اهم شيء اطمن ان اختي راحت عند ريال كفو يحطها بعينه.